عاشت السيدة زينب عليها السلام في بيت زوجها عبد الله بن جعفر الطيار، وعبد الله كان من الأثرياء الذين عرفتهم المدينة، وثروته كانت نتيجة لدعاء الرسول صلى الله عليه وآله له أثناء شهادة أبيه جعفر الطيار، حيث أراد الرسول الأكرم أن يجبر خاطره فدعا له بالخير والبركة والرزق الوفير. ولقد ضرب المثل بسخاء وجود عبد الله بن جعفر من كثرة ما أفاض على الفقراء والمساكين، فقد كان باب داره مشرعا للجميع. فمن الطبيعي أن يكون الفرد الذي يمتلك وسائل الراحة والرفاهة مرفها ومرتاحا بين الخدم والحشم والعبيد والجواري، يأمر وينهى ويطلب ما يريد. لكن السيدة زينب عليها السلام تتغافل عن كل ذلك، وتنتخب طريقها الصعب مع الإمام الحسين عليه السلام، وهذا هو الزهد بمعناه الحقيقي. العجيب في الأمر أن الوضع الذي كانت عليه عند زوجها عبد الله بن جعفر لا يسمح لها الخروج من حالة الثراء إلى حالة الأسر والجوع والعطش، ولكن من عرف الله حقا ويقينا يتجاوز كل الثراء ويدير له ظهره، مثلما فعلت السيدة زينب عليها السلام حيث تعرضت إلى المصائب والبلايا في صحراء كربلاء، وفي سفرها على بعير من كربلاء إلى الشام كأسيرة لا أكثر. كل ذلك من أجل نصرة الإسلام والوقوف أمام الطاغوت يزيد لعنه الله.